حق الدخيل. من عيون القدر، من عيون القدر مع ترك الدخيل. ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. حديثنا اليوم عن شاعر عذب رقيق هو عبد الله بن الدمينة الخثعمي، والذي يضرب له العباس بن الأحنف، والعباس هو من هو في طبقات العذوبة من الشعراء. فعن أبي الفرج في الأغاني أن يحيى بن علي بن يحيى أخبرهم قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثنا أبي قال كان العباس إذا سمع شيئا يستحسنه أطرفني به وأفعل مثل ذلك. فجاءني يوما ووقف بين البابين وأنشد لابن الدمينة: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. لئن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي، بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جزوعا وأبديت الذي لم تكن تبدي. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وإن البعد يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. وزيد على ذلك بيت: ولكن قرب الدار ليس بنافع، إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. ثم ترنح العباس بن الأحنف ساعة وترجح أخرى، إلى أن قال: أنطح العمود برأسي من حسن هذا؟ فقلت: لا، ارفق بنفسك. وشاعرنا أبو السرى عبد الله بن عبيد الله من بني عامر من قبيلة أكلب، أما نسبه إلى خثعم فجاء بسبب الحلف التاريخي الذي انضوت تحت لوائه عدد من القبائل المتجاورة، وهي أكلب وشمران وناهس، وتخثعموا فيه بدم جمل ذبحوه لذلك الحلف كعادة العرب في الجاهلية، فدرج عليهم اسم خثعم بعد ذلك. وهو كثير التغني والفخر بقومه خثعم، وفيهم يقول: وخثعم قومي ما من الناس معشر أعم ندم منهم وأنجى لخائفي، وأفدى لمغلول وأوفى بذمة، وأوقى لضيم عن نقيل محالفي. أما أمه فهي الدمينة بنت حذيفة السلولية، وبها عرف فنودي عبد الله ابن الدمينة، ويكنى أيضا بأبو السرى لكثرة أسفاره ليلا وسراه فيه، وقيل كني به لقوله: وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطى بالجهلتين جثوم. وشعر عبد الله ابن الدمينة خالد يدرس ويستشهد به لفصاحته وسلاسته، وما زال الفنانون العرب يتغنون بقصائده حتى وقتنا هذا. قفي يا أميم القلب نقضي لبانة ونشكو الهوى ثم افعلي ما بدا لك. وأميم هذه هي امرأة من قومه تدعى أميمة الأكلبية، وكان ابن الدمينة قد هام بها عشقا وقال فيها ما يهيج الفؤاد ويدمي القلب، وردت هي عليه بالمثل شعرا، شعرا يفيض عذوبة ورقة، وفي ذلك قصة تروى. فإلى لقاء جديد. من عيون الأدر، من عيون الأدر مع ترك الدخيل من العربية FM. يصلكم اليوم أثير العربية إلى أنحاء وطننا في السعودية كافة بمدنها وقراها على موجات FM المختلفة، عبر أجهزة الراديو في سياراتكم وبيوتكم وهواتفكم المحمولة ومواقع الإنترنت.
وخلال أشهر سيصل بث العربية FM إلى أكثر من عاصمة عربية بحول الله. العربية FM، أن تعرف أكثر. ولد العلامة اللبناني السيد هاني فحص في قرية جبشيت بالنبطية عام 1946 لأسرة تشتغل بالزراعة. تلقى تعليمه في مدارس القرية ونال شهادة الموحدة السورية خلال وجوده في النجف التي هاجر إليها عام 1963 للدراسة في حوزتها الدينية، وانتسب لحركة فتح منذ وجودها في لبنان. قاد السيد هاني فحص عام 1973 ثورة مزارعي التبغ في الجنوب اللبناني، وتعرض للسجن من قبل أجهزة الدولة. أسس عام 1975 التنظيم الشعبي اللبناني ليكون رديفا لبنانيا جنوبيا للثورة الفلسطينية، ولأسباب أمنية فرضها الاجتياح الإسرائيلي للبنان سافر إلى إيران عام 1982 وأقام فيها حتى عام 1985، وكان مقربا من مؤسسها آية الله الخميني بشكل كبير، ولكنه بعد فترة تحول عن إعجابه بها بعد أن اكتشف الانفصام بين خطابها الديني ومشروعها وممارستها القومية. اتخذ العلامة هاني فحص مواقف معارضة لحزب الله بسبب تغليبه للمصلحة الإيرانية على المصلحة الوطنية وانفراده وهيمنته على الدولة اللبنانية. شارك في الانتخابات البرلمانية عام 1992 منفردا ضد تحالف حزب الله وحركة أمل، فكان الصوت الأول في مواجهة الثنائية الشيعية. أسس مع آخرين المؤتمر الدائم للحوار اللبناني، وكان مؤسسا في مجالس حوار الأديان والحوار الإسلامي المسيحي. كان مناصرا لثورة الشعب السوري، ولم يهادن في إعلان معارضته للأطراف اللبنانية والإقليمية الداعمة للنظام السوري وكل الأنظمة الظالمة. كان أديبا وناقدا واقترب من الشعراء. ترك العلامة هاني فحص عددا كبيرا من المؤلفات، من أبرزها ماض لا يمضي، الإمامان الصدر وشمس الدين، ذاكرة لغدنا، الحوار الإسلامي المسيحي. توفي العلامة هاني فحص بعد مرض قصير ألم به يوم الخميس 18 من سبتمبر عام 2014، وشارك في تشييع جثمانه شخصيات من كل الدول العربية والإسلامية وحتى الأوروبية وكل أطياف المجتمع اللبناني في جنازة أكثر ما تكون شبيهة به وبأفكاره وعلاقاته وإنسانيته. موسوعة العربية، موسوعة العربية.